صيف ماطر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. نعم، صيف ماطر إن شاء الله بإذن الله تعالى، يوثق المطر كما وثقناه من قبل شهر 6، سبحان الله، بشهر 6 2022، شهر 6 2015. نعم، مطر الاستغفار، صدقوا إن وعد الله حق، قلنا سيكون صيف ماطر بإذن الله تعالى، وها هو المطر اليوم 28/5/2023. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما أجمل المطر، ما أجمل المطر، نحن نحب المطر، إنه مطر الاستغفار. الحمد لله رب العالمين، هناك برق سبحان الله، حتى لحظة، اللهم صلي وسلم وبارك سيدنا محمد. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم جنده، والله لئن لزمتم الاستغفار سيكفي الله المؤمنين القتال وسيغير الله أحوال الأمة ثم ستنهض هذه الأمة من جديد. نعم، بالاستغفار يمحو الله الذنوب. نعم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف، سبحانك ربي، هذا المطر سبحان الله جميل، كم أنا مبسوط والله في هذا المطر، أقسم بالله، الحمد لله رب العالمين. إنه مطر الرحمة، إنه مطر التصديق، إنه مطر، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يعني غفرا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما عهدنا هذه الأمطار في هذا الزمن، لا والله، الحمد لله رب العالمين. والله كنت أنتظر حتى يخلص شهر 4 ويبعد عنا، حتى شهر 5 عشان ما يكون هناك مشكك. فوالله أخشى ما أخشى، أقسم بذات الله، أخشى ما أخشى أن يبطش الله بالمشككين، أن يبطش الله بالمشككين إن هذا مطر الاستغفار. نعم، وهذا وعد الله الحق، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إلزم الاستغفار، إنه قول حق وليس بالهزل. إلزموا الاستغفار، تغنموا، تسعدوا، تعرفوا ربكم، تتقربوا إلى الله. نعم، جميل والله، إنه جمال سبحان الله، سبحان الله. الدنيا ليل، الدنيا الساعة 12 بالليل، في حدا بيتصل علي؟ فسبحان الله، ما أجمل هالمطر، مطر الاستغفار. 28 أو 29 6 دا أشوف انقطع الفيديو. شوف شوف شوف، الله أكبر، شوف القمر، شوف كيف يطل القمر، كان مغطى سبحان الله، كان مغطى القمر بالغيوم، الآن يعني طل علينا القمر، أمطار الخير، أمطار الرحمة، أمطار البركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. والله إني فرح، كل من له حاجة عند الله فليلزم الاستغفار، سيقضي الله عنكم الدين. ما منعكم الله لأنكم لم تعرفوا من هو الله، وما منعكم الرزق، وما منعكم الصحة، وما منعكم الولد، وما منعكم الفهم والعلم، إلا لأننا نتفلت ونبحث عن كل هذا عند غير الله. فإنما يريدنا الله أن نعرف أنه من عنده جل في علاه. يزداد المطر قوة سبحان الله، يزداد المطر، والحمد لله رب العالمين. مبسوط، جميل، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يثبت هذا المطر مرة تلو الأخرى بفضل الله. جميل، اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. والله ستعرف انك لا تعبد صنم مع الاستغفار. والله لو ذهبت الى صحراء لم يمطر الله السماء فيها من قبل، وجلست تستغفر الله، والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، لامطر الله هذه الصحراء بوعده الذي وعد. نعم، انه يسبب الاسباب جل في علاه، والحمد لله رب العالمين.
نعم الحمد لله جمال المطر، نتبلل تحت هذا المطر هنيئا لمن آمن وصدق وعمل، فهو وعد الله المطلق. نعم أنت مش عامل حالك لنفسك قيمة، لأنك أنت مذنب، فالذنوب الذنوب يعني تنكد في هذا القلب، نعم تعرض الفتن على القلوب عودا عود كعود الحصير، فأي قلب أن أنكرها تصبح بيضاء كالصفا، لا تضرها أي فتنة هذه القلوب، وأي قلب أشربها كرة القدم، التدخين، أفلام السقطة، الأخبار، المسلسلات، الغناء، الأعراس والفرح والرقص والغناء وكل هذه وكل هذا الكلام الفارغ، أي قلب والميسر والخمر وكل أي قلب أقرها، أي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء، فهي سوداء مربادة، يعني سودة حالك، سوداء مربادة كالكوز المجخية، بتصير زي الكوب المجخية، لا تقر معروف، لا تقر معروف ولا تنكر منكر. بطلت تفهم يا ولد يا عمي، بطلت تفهم، بطلت تفهم إن التبرج حرام، لا بطلت تفهم إنك أنت سوف تعذب في جهنم إن لم تنصاع للمولى عز وجل، ولكن القرب من الله جميل جدا جدا، وتكون أنت متبعا لهواك، متبعا لشيطانك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، يأمركم بالفحشاء، فعليك أن تتوب إلى الله وتقبل على الله وتسأل الله من فضله، صلاتك في وقتها، نعم اعمل ما يرضي الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي يا رب؟ الذي لا يزال عبدي يتقرب إلي وأحب ما تقرب إلي فيما افترضته عليه. فالفرائض هي ليس فقط الصلاة والصيام والقيام وأن تركب إلى المسجد وتقيم الصلاة، لكن أن تنتهي عما حرم الله، فإذا خلوت لا تنتهي حرمات الله، فتقبل على الله بكلك، ترمي حملك على الله بكل شيء، تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة في العطاء والمنع، هكذا يحب الله، هكذا يحب الله في برق هناك سبحان الله. فعندما تقبل على الله في برق سبحان الله شهر ستة، الله أكبر سبحان الله، فعندما تقبل على الله وتنتهي عما نهى، فهذه من الفرائض، من الفرائض كمان، فلا يزال عبدي يتقرب إلي وحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في بالنوافل، يعني النوافل يعني صلاة قيام الليل، الاستغفار، الذكر، قراءة القرآن، يعني الإحسان، مساعدة الناس، نصح الناس، تعليم الناس، كل هذا، نعم منفعة الناس كلها، هذا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وصيام اثنين وخميس وكل هذه من لا يرى كل شيء، يعني أنت مش معاقب عليه إذا لم تفعله، فهذا من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ما معنى رجله التي يمشي بها؟ سيأخذك إلى المساجد، إلى أبواب الخير، ستقودك رجليك إلى الخير، إلى الأماكن التي يرضاها الله، مش لأماكن والعياذ بالله يسخط عنها الله، وسوف تسمع أخبار ما كان لك أن تسمعها، والله إن تكلم عنك شخص ستسمع كلامه دون أن تطلب هذا الكلام أن يصلك، ستسمع الأخبار كلها، ستعرف كل شيء يدور حولك. أقبل على الله، هيا مع الله جميل جدا 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 والله، لكنه القدم إلى الأمام والعشرة إلى الخلف، هذه هي الطامة الكبرى، يظن أنها فقط الصلاة والصيام والقيام، لكن انتهي عن الربا، لا انتهي عن الغيبة والنميمة، لا انتهي عن الحرام، لا انتهي عن التبرج، لا انتهي عن الأظافر وطلاء الأظافر، لا انتهي عن السب والشتم، لا انتهي عن الأكل الربا، لا انتهي عن المسلسلات، لا. فليس لك عند الله شيء، أنت تعبد الله على هواك. نعم، أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الله سيضلك ضلال مبين، ستظن إنك مهتدي وأنت في ضلال. قال يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. قال لا خير فيها فهي في النار، لا خير فيها فهي في النار. شفت من المفلس الذي شفت البرق وراي في الخلف، البرق سبحان الله، الله أكبر سبحان الله، أنا أفرح لهذا المطر الذي يأتي بغير ميعاد ونحن نستغفر الليل والنهار.
وين مسبحتي؟ سأتي بمسبحتي. اليوم 21,000 سورة البقرة وسورة سورة الملك وسورة طه. الحمد لله رب العالمين. بدي أتي بمسبحتي إن شاء الله عشان نوثق. جميل. سأتي من أين أجلس؟ من هنا. هنا أنا أجلس هكذا. طيب مش حابب تبين. 21,909 الحمد لله رب العالمين. 21,909 اليوم سورة البقرة إن شاء الله. أنا بالطريق لأتمها. سورة طه قرأتها وسورة الملك سأقرأها قبل النوم إن شاء الله. وهذا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. ننهي هنا. توبوا إلى الله. لأني أنا أرى أقسم بذات الله أرى إن الله كما بطش في سوريا يعني البطشة التي جاءت في الزلزال على الناس التي لا تصدق. أنا أرى أن هناك بطش كبير ولا لا هناك سيكون بطش كبير في الناس التي تكذب. رأيتم إن في الزلزال الذين كانوا في الزلزال لم يشعروا بالزلزال. رأيتم كيف الله نجى المرضى الذين لازم الاستغفار. رأيتم كيف أن الذين انكبوا على العبادة مصدقين يعني بكل ثقل. تلك الأخت التي قالت إنها يعني ما في أمل إن انقطع الأمل من إنها تنجب فانكبت على الصلاة والقيام بسورة البقرة والاستغفار أظن. فجاءت التحاليل سبحان الله إنها حامل بعد أن أنفقوا المال في كل مكان فرموا كل شيء. ارمي كل شيء. اقبل على الله. اقبل على الله. اقبل على الله. ارمي كل شيء. يعني ارمي كل شيء يعني توكل على الله. بدي شغل. بدي يا رب بدي شغل. توجه يا رب بدي شغل. والله سيأتيك إلى بابك مع إنه مش ممنوع إنك تروح تبحث عن الشغل ولكن أنت تسأل الله وأملك في الله ومعلق في الله. وإذا كنت أنت بدك تنسجن علق أملك في الله. إذا أنت كنت مديون ومش عارف تخلص علق أملك بالله. إذا كنت أنت بدك تدفع أجار البيت وليس لا تملكه علق أملك بالله. اقبل على الله بس ما تكونش كذاب ومكار. لا تمكر لا تمكر. والله شد مكرا يعرف نواياك. نعم هنا إن شاء الله ننهي. الحمد لله رب العالمين على هذا المطر الجميل. نعم الحمد لله رب العالمين. أنا أنتظره ليعطي هذا الدرس أن أبين لك أن الله معنا أن الله قريب مجيب. والله أقسم بذات الله أقسم بذات الله أقسم بذات الله رأيت تحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. ما إن بدأوا الإخوية والأخوات تستغفروا وإذا الله يمطر لهم السماء. يعني أنا معكم استمروا. إن الله وملائكته يصلون يعني إن الله يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله يريدكم ولكن بده إياه تكون صادقين وتعرفوا أنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. حقيقة مش ظن. مش أنت تدعو كراعي بني إسرائيل. مر عليه سيدنا موسى لراعي بني إسرائيل وغاب عنه طول يعني ثم عاد له وجده رافع يديه يا رب يا رب. فقال فحدثته نفسه سيدنا موسى يعني لو كنت أنا لعطيته مسألته. فأوحى الله. علم الله أم لم يعلم؟ علم الله. فأوحى يا موسى يا موسى إنه يدعونا وقلبه معلق في الغنم. وهكذا أنت قلبك معلق في صاحب في البنك تدعو الله وقلبك معلق في البنك وقلبك معلق في فلان أن يعطيك الشغلة وفي فلان لا. اقطع الأمل من كل الناس وكأنك في صحراء أو في البحر لوحدك. اقطع الأمل من كل شيء. أقسم بالله اقطع الأمل والله سيسوقك. إذا كان شفاءك فيه قرص دواء سيسوقك إلى الطبيب الصح الصحيح. وإن كان شفاءك أو علاجك في رقية في قراءة سورة البقرة سيقودك بالاستغفار إلى قراءة سورة البقرة. ستعرف الله. نعم صحح قبلتك القبلة أن تتجه إلى الله بكلك مش نصف. لا يقبل النصف. لا يقبل أن يجلس في هذا القلب الله لا يشارك أحد. لا يشارك في هذا القلب أحد إن لم يكن هو جل في علا لوحده في هذا القلب لن يقبل أن يكون فيه. كيف يعني؟ يعني شو بدك يا رب يا رب شو بدك؟ بدك تروح تشتغل بدك تروح تسافر بدك تطلع تشتري بدك تشتري هاي القميص بدك تشتري قميص قل يا رب بدي اشتري قميص هذا القميص مليح. هيك كلام بينك وبين الله فيش حاجة إلى مقدمات. هذا العريس مليح
هاي السيارة مليحة يا رب، بدي اشتري هاي السيارة يا ربي، انا بسألك انت حبيبي يا ربي، هاي السيارة مليحة اشتريها؟ انا بعرفش، انت بتعرف. هكذا تكلم مع الله بدون صلاة، دعاء يا رب بدون مقدمات. قل يا ربي انا بدي اشتري سيارة، مش عارف ادبر حالي، معيش سيارة، دبر لي سيارة يا رب، سيارة تكون مليحة ما تخربش بيتي، زوجي مليحة، عريسي مليح، يا رب بدي اتزوج، بدي اسطر حالي يا رب، بدي علم، بدي اتعلم، بدي اتقدم عشان يعني نرتقي بالاسلام، مش عشان اعمل فلوس. لا تنظروا الى الفلوس، انظروا الى الله، من كان الله معه فهو اغنى الناس، اغنى فقير من كان الله معه، اغنى فقير. رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لا ابره، لا يحتاج لفلوس ابدا ابدا، كل شيء معه، كل شيء موجود. الفلوس بياتي في الزمان والمكان الذي يحتاجه، العلم ياتي راضي مبسوط. تعرف تتعامل مع الله بهذه الطريقة، تعرف تعبد الله وتكون محب لله، ولا تلتفت إلى غير الله، وتحب كل ما يحب الله، وتبغض ما كل ما يبغض الله، وأن تعمل كل أعمالك، تحب أهلك وأمك وأبيك طاعة لله ولرسوله، تحب الناس والمسلمين طاعة لله ولرسوله، تبغض المشركين وتبغض الفسق الفجار طاعة لله وطاعة لرسول الله، فتحب لله وتبغض لله، نعم تقوم لله وتنام لله، هكذا هكذا يحب الله، هكذا يعطيك، هكذا تصبح ولي من أولياء الله. ما كان ممنوع عليك أنك تكون ولي، وليس الولي خفي، أنت راقب الله، عندما يعطيك الله راقب، راقب نفسك، راقب كل شيء، راقب هل يسهل الله لك الطريق، هل يسهل لك العمل، العمل اللي كان مبارح صعب صرت تعمله هين للأخوات لربات البيوت. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم، من قال سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة وأتمها بالله أكبر 34 مرة كانت لها أفضل من خادم. عيشوها، سبحان الله 33 مرة يعني المسبحة أتمها، ما أظنش إني غلطت، يعني إذا غلطت سأكتبها بالتعليق الأولاني، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 إن شاء الله، ما أكونش غلطان، وإذا غلطت ببين هذا الأمر في التعليق الأول إن شاء الله. وجزاكم الله خير، أسأل الله أن يفتح عليكم، الحمد لله أمطرنا بفضل الله والفضل كله لله، توبوا إلى الله، أقبل على الله، إن الله قريب، وأرى إنه يريد جل في علا أن يغير. نحن على رأس المئة عام، نحن على رأس المئة عام التي يغير، ما عهدنا هذا الذي نقوم من قبل، أنا لا شيء ولا شيء، والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، إنه أمر الله جعله في 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 أضعف خلقه، وأنا أضعفكم وأقلكم، أدين الله أن أبين أهل الاستغفار، فألزموا الاستغفار وتوبوا إلى الله، لا تطعنوا، لا تسبوا، لا تشتموا، إن أي كلام يعني خذوا الحيطة من الغيبة والنميم والسب والشتم والقذف، إياك إياك، والله إن سببت شخص لربما بتشتغل 5 سنين 5 سنوات وأنت تعمل على الفاضي، لا تأخذ شيء من 5 سنين عقاب لك، السب والشتم، تعمل تعمل لماذا يا أخي؟ أنا أقرأ قرآن وأنا أصلي وأنا أصوم وصمت لرمضان وقمت الليل، ولكني لا أتقدم إلا وراء لسانك هذا يا رسول السلام، مسك لسانه وقال يا معاذ امسك عليك هذا، قال له يا رسول الله ونؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وما يكب الناس على وجهها أو على مناخيرها في جهنم إلا حصدت حصاد ألسنتها. دير بالك من كلامك، الذنب بينك وبين الله والسيئة بينك وبين العباد، لن يمحل الله السيئات، أتبع السيئة حسنة تمحها، كل هذا الحق ستدفع ثمنه، حتى الشهيد، حتى الشهيد الذي مات حقا في سبيل الله، هذا الدين يقال أن الدين حتى من الغيبة والنميمة سيدفع ثمنها الشهيد، لن يسامح الله، عليه أن يجعل له رصيد. نعم الدين الفلوس، والدين حتى من القيل والقابل والسب والشتم قبل شهادته، حتى يقضي الله في هذا الأمر. فتوب، اجعل لك رصيد من الاستغفار، الزم الاستغفار، حياة طيبة كريمة مع الله، قرب من الله، معرفة الله، تدبر، تفكر، حياة جميلة والله،
لكن هواي الغيبة والنميمة اللي دمرت الأمة وأنت والأمة بذيل الأمم تفكر حالها على خير، فقط نركض إلى الصلاة ويلا الجمعة للجمعة كفارة والعمرة للعمرة كفارة ورمضان لرمضان كفارة، وإحنا لورا إلى الخلف سر، مش إلى الخلف سر، أغرز في قاعر جهنم والعياذ بالله، إحنا نغرز والأمم تدعس على رؤوسنا. إننا نعذب بذنوبنا ونحن لا ندري، إننا نعذب، الله يعذبنا ضارب الكل، كلياتنا معذبون بذنوبنا. شو بدك تعيش انت لحالك والامي؟ والله لان تبت الله انت الى الله، انت لوحدك سيؤيك الله لك في رحمته وتعيش حياه طيبه كريمه مع الله في كنف الله في القرب من الله، ولن تسمع عن الذين يتعذبون اطلاقا، مش راح تسمع اخبارهم، حتى من الذين لا ينبغي ان يكونوا حولك سيذهبهم الله من حياتك. ثم تنظر الى نفسك، اين ذهبوا اصحابي؟ أذهبهم والله، خلص فيش حاجة إلهن، هذول أصحاب سوء والعياذ بالله، أو لربما يجروك إلى المهالك. الحمد لله رب العالمين على كل حال، جزاكم الله خير، وفقكم الله، سبحان الله جاء المطر لنعطي هذا الدرس. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتنا وأن ينفعكم به يوم القيامة. أسأل الله أن يتفضل عليكم باستجابة الدعاء بالمطر والفرج، لكن أنتم إياكو أن يكون استغفاركم عشان تقضي الدين وترجع للي كنت عليه، فالله أشد مكرا منك، والله قد يعطيك الله عشان يقيم الحج عليك، ها أنت استغفرت وها أنا أعطيتك، لكنك مكرت فمكر الله بك وسحب البساط من تحتك ووقعت، ما عدت تستطيع أن تقف، كان مشوارك خلينا نقول وكأنه مشوارك الأولاني 3 أشهر من 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 الاجتهاد، المشوار القادم سيكون لربما 2 سنين، دير بالك، إياك أن تمكر فيمكر الله بك، وهذا من سوء الأدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله، لكن الله سيوفيك حقه، حقك ستأخذ من الله عشان ما يكون في عندك حجي. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بهذه الدروس وتكون صدقة جارية عني، وإن شاء الله أنها الأمة كلها تنتفع في هذه الدروس ويتغير حالنا ويرحمنا الله ويرفعنا هذا البلاء ونقود الأمم من جديد، ستعود إن شاء الله بالاستغفار بلاد العرب مروجا وأنهارا. علموا على كلام إن شاء الله، مش أنا، الله، مشيئة الله، أنا ولا شيء، مش ما تربطنيش بالكلام، يعني ما تربطني بالكلام، تفكر إني يعني شيخ، أنا لا شيخ ولا شيء، أنا أسأل الله إني يعني أنجو يوم القيامة، وهذا هو، والحمد لله رب العالمين. تعليقاتكم، نشر هذا الكلام، نشر هذا المحتوى، لايك بساعد القناة، الدال على الخير كفاعله، إن نشرت وعمل به شخص ستلقى الله يوم القيامة ولك جبال من الأعمال الحسنة، تقول يا رب أنا ما عملت هذا، من أين هذا؟ يقول لك أنت دللت فلان على الخير وهو هو عمل بهذا، نعم سمعت سورة البقرة من شيء من مش أخ، لقد قرأته حتى اليوم، هو لا يدري أنا قرأته حتى اليوم لربما 1800 مرة. نعم هكذا هي الأجور، أبذر هذه البذور الطيبة في كل مكان عشان ينتفع الناس، ولربما تنجو في هذه البذور يوم القيامة، يعني هاي الدروس، فيعمل بها آخرون وتلقى الله وتحتاج حسنة وتلقى هذه الدروس كالجبال من كثر الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بكل خير، دمتم في أمان الله.